بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم ازاي نعمل ديبلوي لانجلر اب على الاي اي اس. هنستخدم نفس البروجكت اللي احنا اشتغلنا عليه قبل كده، ان شاء الله هسيب اللينك في الديسكريبشن. ده بروجكت ام في سي، وعملنا فيه انكلود ل فايلات الانجلر وكتبنا فيه كود كتير. اول حاجه هنعملها هنفتح البروجكت بالفيجوال ستوديو كود، هنروح للباص بتاع البروجكت ونعمل كليك يمين اوبن ويز كود. اول حاجه هنعملها هنكتب الكوماند بتاع ng build dash dash aot. الكوماند ده بيعمل ايه؟ احنا كتبنا فايلات التايب سكريبت والHTML، فهو بيعمل ميرج للفايلات التايب سكريبت بكل حاجة احنا كتبناها ويحطها في فايل اسمه مين جي اس في فولدر اسمه ديبس ديست. هنشوف اول ما يخلص بيلد هنقول الكلام ده برضه. بياخد وقت في البيلد شوية. هنا عملنا بيلد بس طلع ايرور، فهو هنا كده يعتبر ما كريتش فايلات الديست. فهنيجي نشوف الايرور، هو بيقول الايرور في الفورم HTML في البروبرتي ديت سب برانش مش موجودة، هي كان اسمها هوليداي. هنرن الكوماند تاني ونشوف هيطلع ايرور تاني دلوقتي ولا لا. عمل بيلد وما طلعش ايرور كده، فرق كاريت فولدر اسمه ديست وكاريت الفايلات ديت من ضمنهم فايل اللي هو المين جي اس ده اللي هو بيضيف فايلات التايب سكريبت كلها ويعمل لها ويكونفرتها لجي جافا سكريبت ويحطها في الفايل ده. هنعمل انكلود للفايل ده في البروجكت الام في سي وبعد كده نعمل بابلش. نيجي على البروجكت ونختار بابلش ستارت بابلش، هنبابلش اي اس اند فولدر كونفيجريشن، نختار بابلش، هنختار فايل سيستم ونختار الباص اللي احنا عايزين يكريت الببلش فولدر فيه. هنيجي على الدي ونكريت فايل اسمه ببلش. ونعمل نيكست ديليت اكزيستد فايل لو كان الفايل موجود، سيف. هو دلوقتي بيعمل بابلش لبروجكت ال ام في سي مع كود الانجلر. ده عمل بابلش لبروجكت ال ام في سي في الفولدر اللي احنا اخترناه. هنفتح دلوقتي الاي اي اس وبعد كده نكريت كليك يمين اد ويب سايت ونسميه انجلر 6 ونختار الباص اللي احنا عملنا فيه بابلش. ونغير البورت كده، عملنا بابلش. نعمل براوز للويب سايت اللي احنا عملناه كده، عمل بابلش. هنختاره هنكتب هنا هوم، راح للهوم دي البيج اللي احنا كنا عاملينها لو تفتكروا، وهسيب برضو اللينك في الديسكريبشن. كده الكود شغال بتاع الانجلر.
دي البيج بتاعت الفورم اللي احنا اتكلمنا عليها. برضو هسيب اللينك بتاع الفيديوهات دي في الديسكريبشن.